المفروض النهارده أول لايف في السنة الجديدة إن شاء الله، وكل سنة وأنتم طيبين، ويا رب كده دايماً نتجمع كده زي ما إحنا متعودين كل يوم جمعة الساعة 9 بإذن الله. المفروض ده اللقاء أو المرة اللي نتقابل فيها في تحت التوبيك بتاع مهم التسويق اللي إحنا كنا بنتكلم عنه من الأول، إن إحنا هنبتدي نتعلم تسويق من البداية لحد النهاية في الأساسيات، ونشوف كل حاجة ليها علاقة بالماركتينج إيه أساسياتها، وابتدينا من الأول خالص إزاي تبتدي في المجال وتخش في الجزء بتاع الشركات وتنظم نفسك جوه الشركة إزاي، وستراكشر الشركة بيكون عامل إزاي، وإزاي أنت تدخل جوه التخصصات بعد ما تأسس نفسك في المجال. وخدنا كذا كذا توبيك كده ليه علاقة بالبيزكس في الماركتينج، ووصولا لحد الكاستمر بيهيفير والاناليسيس بتاعت الكومبيتيتورز وكم موضوع كده، وكلهم طبعا على اليوتيوب لو في حد محتاج يرجع من اول خالص، طبعا غير الشهور اللي قبل كده من 2018 احنا مكملين. لو في حد عنده اي توبيك محتاجه هيلاقي كل الكلام ده على اليوتيوب. غير بعد كده بقى بنسكادول ده في ريبورت، والمفروض الناس اللي حابه تقرا بعد كده بتقرا الملخص بتاع الموضوع في الاخر. كنا قلنا قبل كده ان يعني نكمل في نفس التوبيك، ولا نشوف ندخل في مجال تاني او جزء تاني، لان احنا كنا اتكلمنا ان احنا هناخد كل شهر توبيك معين ندرسه فور فري معانا على الجروب ككورس او كجزء معين في شغلنا، وقلنا ان احنا هنبتدي نشتغل على الجزء ده بتفاصيل مختلفة، ناخد كل شهر توبيك محدد وما الى ذلك. لكن الناس فضلت ان احنا نكمل في نفس الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها بتاعت مهم التسويق، ونشوف المفروض هنوصل بيها لفين ونكمل. لكن يعني دي حاجة كويسة ان الناس يعني طلبت ان احنا نكمل في نفس الجزء بتاع مهم التسويق، علشان التوبيك ده لما يخلص يكون مرجع بعد كده لبقية الناس اللي محتاجة تعرف البيزكس في الماركتينج، وتشوف الأساسيات بتاعة الماركتينج بتكون فيها ايه، طب ازاي يسيستم نفسه جوه شركة، ازاي يبتدي يشوف الأساسيات بتاعة الشركات ماشية إزاي، وهو المجال بتاعه والكارير بتاعه ماشي إزاي. طيب المفروض النهاردة هنتكلم عن جزء مهم جدا، هو أنت إزاي تأسس نفسك لو أنت في شركة، والمفروض إن أنت هتشتغل على جزء محدد وهو الجزء بتاع التسويق. بعض الشركات لما بتيجي تبتدي مش بيكون معاها ميزانية كافية، تمام؟ بميزانية بعض الشركات لما بتيجي تبتدي مش بيكون معاها الميزانية الكافية ان هي تبتدي فيها بإذا ماركتينج، يعني لما يجي يبتدي التسويق يلاقي الدنيا بالنسبة له، طب انا هصرف كام، طب انا المفروض هعمل ايه. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن البيزنس نفسه والسمول بيزنس، تقريبا اللي هيشوف المرة اللي فاتت وهيتفرج على الفيديو بتاع النهاردة أو يحضر معانا النهاردة هيلاقي فيه فرق في المفهوم نفسه، وهيلاقي إن هو بدأ يستوعب حاجة كويسة جدا، إزاي هو كبزنس في البداية أز ماركتينج كسمول بزنس عامل إزاي، وإزاي يهندل الدنيا في السمول بزنس، وبعد كده المفروض لما يخش على بقى جزء التسويق بقى والماركتينج كبيت بقى إزاي هيدفع فلوس، هلا هيلاقي الدنيا معاه مترتبه بشكل كويس. فالحمد لله ان احنا خدنا الجزئين ورا بعض. طيب المفروض لو انا هستخدم التسويق او الجزء ده في ايه بالظبط، في مراحل التسويق بتاعتي، حته البادجت، انا دلوقتي لو انا معايا ميزانيه علشان ابتدي اسوق بيها ومعايا ميزانيه، هل برضو استعمل التوبيك او استعمل الاستراتيجيه بتاعه التسويق من ميزانيه صفر لو انا مش معايا
بادجت او عايز اعمل تسويق بزيرو بادجت، اه مش شرط بس ان انا استخدمها لو انا مش معايا فلوس بس، او انا استخدمها لو انا ستارت اب او سمول بزنس لسه ببتدي ومش معايا فلوس ان انا اماركت بي للبرودكت بتاعي او اماركت للبزنس بتاعي. طيب هل المفروض ان انا استخدم ده لو انا سمول بزنس ومش معايا فلوس؟ اه ممكن تستخدمه لو انت مش معاك فلوس. فاحنا هنا بنتكلم ازاي او امتى، تمام، امتى تستخدم. خلينا بس نكبر كده الخط عشان الناس اللي بتحتاج تشوف. لا مش للدرجات يعني. تمام، امتى بقى استخدم تمام الاستراتيجية دي؟ تمام، امتى استخدم الاستراتيجيه دي؟ انا دلوقتي لو انا هستخدم استراتيجيه ان انا اسوق من غير ما ادفع فلوس كتير، ان انا استخدم الاستراتيجيه بتاعت ان انا ادفع فلوس قليله علشان اخد انكم كبير. تعال كده نشوف، لو انت في البدايه، تمام، لو انت في البدايه ازاي. يعني انا دلوقتي المفروض ان انا بدات بروجكت، ولما بدات البروجكت ده عايز اشوف انا لما هشتغل في الماركتنج هل المنتج ده هينجح ولا لا. طب ما انا ممكن استخدم ان انا اماركت لي البيزنس بتاعي من غير ما ادفع فلوس كتير، عشان لو البيزنس ده ما نجحش يبقى انا ما صرفتش فلوس كتير وما بعزقتش الدنيا وما صرفتش 20,000 ومش عارف ايه علشان اعمل كامبينز عشان ادخل في السوق واعمل بومب والكلام اللي بيتقال ده. في الاخر انا اصلا ما بعش، وفي الاخر انا اصلا ما بعش. طب يبقى انت هنا ما عملتش اي حاجه. فالصح هنا ان انت لو بتبتدي بروجكت جديد ولسه بتست السوق، ممكن تستخدم واحده او اتنين من الاستراتيجيات بتاعت الميزانيه المنخفضه او الميزانيه صفر، بحيث ان انت ما تبقاش صرفت فلوس على توبيك وعلى برودكت انت اصلا مش ناجح في السوق ومش قابل في السوق والتست بتاعه ما نجحش. فلو انت في البدايه فضروري جدا جدا ان انت تستخدم الجزء ده، ضروري جدا جدا ان انت تبتدي تتست السوق بميزانيه قليله، تمام، يعني تبتدي السوق في السوق بميزانيه قليله. طب ايه تاني لو انت مثلا، يعني ده جزء تاني، لو انت مثلا معاك مثلا ميزانية، تمام، واتسحبت، يعني ايه الكلام ده؟ تمام، عندنا كده بلغة السوق كده او بلغة الماركتنج كده واحنا على الارض بنقول الميزانية اتسحبت. اتسحبت يعني ايه؟ يعني انا المفروض بدأت انزل عن نقطة التعادل بتاعتي. يعني مثلا لو انا المفروض اصرف مثلا 100,000 مثلا، تمام، وال 100,000 ده المفروض مثلا هتجيب لي 10,000 عميل، تمام، فانا بدات اصرف او بدات اوصل لل 50,000، تمام، بدات اوصل لل 50,000، وكل اللي كملته بعد ال 50,000 دول وصلت لحوالي 3,000 عميل. فهنا بقول ان الميزانيه اتسحبت او الميزانيه بتتسحب. بتتسحب ايه؟ يعني الفلوس بتتسحب مني وانا مش دريان، مش عامل كنترول، فانا محتاج اعمل امبروف او اطلع بنتيجه معايا علشان ايه؟ اساعد ان انا اوصل لعدد اكتر من المبيعات او وصول للجمهور او الاويرنس او ايا كان الاوبجكتيف بميزانيه قليله، تمام؟ يعني لما تتزنق في البادجت، تمام؟ الاستراتيجيه دي واحدة من الاستراتيجيات اللي ساعات بنستخدمها. طب تعال كده ناخد مثال على الجزء ده، او ناخد مثال على على الموضوع ده، وازاي ان احنا نقدر برضو او في الحتة دي بنستخدمها ازاي. تخيل كده معايا ان انت عامل مثلا ماركتنج او بتعمل لانش برودكت جديد او نازل مثلا بكامبين جديدة على مثلا السوشيال ميديا بشكل عام، نازل فيسبوك ونازل مثلا انستجرام ونازل تويتر، او سوري مثلا نازل معاهم لو انت بتستخدمهم، بتستخدم مثلا شانلز مختلفة. فلما بتستخدمهم انت معاك ميزانية، والله قلنا لك يا محمد او يا احمد احنا معانا دلوقتي البادجت بتاعت الشهر دي، تمام، 100,000 جنيه. حلو، طب احنا محتاجين من ال 100,000 جنيه دول نوصل مثلا ل 15 ديل مثلا، تمام، 15 بيعه زي ما بيتقال كده. طب ال 15 بيعه دول لو مثلا في ريال استيت، انت لقيت نفسك الدنيا بدأت تزنق، الدنيا لا انا ال 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 مفيش مبيعات لسه، انا فاضل لي
5 بيعات ما حققتهمش والميزانيه قربت ايه تخلص، فهنا بنلجأ بقى لايه تاني؟ خلاص والله احنا هنعمل ديل مثلا، او هنعمل مثلا ري ماركتنج، ان احنا نوصل لعملاء، ان احنا نوصل لعملاء مختلفين من القدام. تمام، طب انا دلوقتي يبقى هرجع، تمام، هرجع للعميل القديم، تمام، واتواصل معاه من عن طريق الواتساب. طب انا المسجز اللي هبعتها للواتساب عن للعملاء القدام، هل دي هتكلفني فلوس؟ لا دي مش هتكلفني فلوس. طب انا لما بعت للعملاء القدام عن الاوفر الجديد، في 2 منهم عملوا كونكت وبداوا يشتروا، يبقى هنا بدات اطبق الاستراتيجيه دي. انا دلوقتي خلينا كده نقولها بشكل مبسط جدا، انا دلوقتي معايا ولنفترض 10,000 جنيه، ال 10,000 جنيه دول المفروض اجيب بيهم 3 عملاء. حلو، طب الثلاث عملاء دول 10,000، خلينا كده نقول 10,000، تمام، بيساوي تمام 3 عملاء، تمام، ده المبلغ او دي البادجت اللي انا هصرفها، والمفروض ان انا هوصل ل3 عملاء. طب انا وصلت هنا ل 8,000، او انا صرفت، تمام، صرفت 8,000، تمام، وال 8,000 دول وصلوني ل2 عملاء. حلو، طيب يبقى انا كده فاضل لي ايه؟ فاضل لي 2000، يبقى انا كده اللي فاضل 2000، تمام. المفروض ال 2000 دي، المفروض ال 2000 دي اجيبها واحد عميل واحد. طيب، طب انا ممكن بدل او بعد ما بستخدم ال 2000 دول مع عميل واحد، لا انا ممكن اقول ايه؟ والله هستخدم ميزانية صفر، تمام. طب الميزانية صفر دي ممكن ايه؟ ممكن بقى نفتح ايه كوز كده ونبتدي نقول لا انت ممكن تستخدم الواتساب مثلا للعملاء القدام، تمام. طب العملاء القدام دول، في والله العملاء لما انا استخدمت العملاء القدام دول اداني 3 عملاء جداد، تمام، اداني 3 عملاء جداد. حلو، طب بعد ال3 عملاء الجداد دول المفروض ان انا قفلت الديل، تمام، عميل اشترى. حلو جدا، يبقى انت من العملاء القدام، من العملاء القدام استخدمت مثلا واحده من الاستراتيجيات، كمثلا تمام، كمثلا واحده من الاستراتيجيات كمثلا واتساب، وبعد ما استخدمت الواتساب المفروض ايه؟ العميل ده اشترى. طيب تعالى كده ناخد مثال تاني علشان الناس اللي بتقول، يعني في ناس لسه داخله وبتقول الدنيا بالنسبه لها محتاجه توضح. اوكي، ثانية واحدة كده، تمام. طيب انت دلوقتي المفروض بشكل مبسط جدا احنا بنقول امتى استخدم الاستراتيجيات دي، امتى اقول والله انا محتاج استخدم استراتيجية زيرو، تمام، محتاج ان انا ابتدي اماركت او اعمل ماركتنج او اعمل تسويق او اعمل. طبعا احنا كلنا فاهمين ان الاعلان او الادفيرتايزنج هو جزء من التسويق، فاذا مصاريف التسويق هي جزء من مصاريف سوري مصاريف الاعلانات هي جزء من مصاريف التسويق. يعني مثلا انا ممكن اكون حاطط 100,000 جنيه مصاريف تسويق، فيهم مثلا حوالي 20,000 جنيه اعلانات، تمام، والباقي مصاريف بقيت حاجات تانية في التسويق. الكلام ده احنا قلناه قبل كده. ممكن اكون مثلا حاطط، تعالى بقى نشوف هنا ايه، واحنا بنتكلم في ايه، امتى استخدم استراتيجية من غير فلوس، استراتيجية من غير فلوس، يعني انا ببتدي استخدم استراتيجيات مختلفة تديني نتائج، تمام. طب لما انا استخدم استراتيجيات مختلفة تديني نتائج، المفروض ان انا مثلا معايا مثلا انا هدفي المفروض ابيع 15 بيعة، تمام. طب ال 15 بيعة دول انا المفروض، لو انا المفروض معايا 10,000 جنيه، تعالى ناخد ايه من اول المثال كده علشان الدنيا تكون مفهومة. انا دلوقتي المفروض معايا ايه؟ معايا 15 ثانية، معلش، برضه. طب انا دلوقتي المفروض، تعالى كده ناخد المثال ده، انا دلوقتي المفروض معايا 10,000 جنيه، المفروض هجيب بيهم 3 عملاء، تمام، ده الميزانية، تمام، والميزانية دي الهدف بالنسبة لي 3 عملاء. حلو جدا، طب انا الثلاث عملاء دول ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل معايا ان انا صرفت 8,000 جنيه. طب ال 8,000 جنيه دول المفروض ان هم جابوا لي عاملين، فانا باقي معايا 2000 جنيه، 2000 جنيه دول المفروض اجيب بيهم ايه؟ عميل واحد. طب ايه اللي هيحصل؟ لا انا هشتغل بال 2000 جنيه عشان اجيب العميل اللي باقي او اقفل البيعه اللي باقيه لي،
ولما هقفل البيع لبقياني انا هستخدم معاهم ميزانيه او هستخدم معاهم استراتيجيه من الاستراتيجيات اللي ممكن استخدمها لو انا بشتغل بميزانيه ايه صفر، زي مثلا ان انا استخدم الواتساب للعملاء القدام. تمام، طب انا ما استخدم الواتساب للعملاء القدام، لا انا جالي 3 عملاء في عميل منهم اشترى، يبقى انا كده استخدمت استراتيجيه مختلفه، وفرت لي فلوس على اساس ان انا اجيب ايه، احقق التارجت بتاعي. تمام، فهنا انا المفروض حققت ايه، حققت تارجت بتاعي باستراتيجيات مختلفه. تعالى هنا ناخد نوت كده على جنب ليك ان انت تركز فيها او لا، بس دي كده نوت على جنب ما فهمتهاش خلاص اركنها على جنب. بس في حاجه اسمها الجروس ماركتنج، حاجه اسمها الجروس ماركتنج. الجروس ماركتنج ده اللي هو ايه، اللي هو ان انا بودي الشركه في تارجت عالي جدا جدا باقل التكاليف. تمام، تعالى كده مثلا نقول مثلا ماركتنج. تمام، دي واحده من الحاجات اللي بتعتمد على نفس الفكره، او واحده من الحاجات اللي في الماركتنج اللي بتعتمد على نفس الفكره، اللي هو اقل تمام التكاليف تمام تساوي اعلى النتائج. في واحد كده تقول لك، يقول لك والله انا شغال في الجروس ماركتنج، او انا محتاج حد بتاع جروس ماركتنج. طب ده ليه بالظبط؟ لا هو بيتكلم في ان هو محتاج يعمل نتائج كبيره جدا جدا باقل ايه، باقل ايه التكاليف. تمام، طيب انا ممكن استخدم الاستراتيجيات دي في ايه تاني، علشان برضه الناس اللي بتسال ممكن استخدم الاستراتيجيات دي في لو انا مش معايا ميزانيه كافيه، مش معايا ميزانيه كافيه ان انا اعمل اعلانات واعمل ماركتنج بشكل كبير. ده سواء بقى لو انا ستارت اب او انا سمول بزنس او ايا كان، على حسب انا لو ايا كان وضعي ايه. تمام، طيب او ممكن استخدمها لو انا لقيت ان البادجت بتاعتي بتتسحب مني ومعايا ادوات تانية ممكن استخدمها، زي ما قلنا المثال بتاع ايه، بتاع ايه الواتساب، زي ما قلنا مثلا مثال ايه بتاع الواتساب. تمام، طيب ايه تاني مثلا ممكن ان احنا نشتغل عليه؟ تعال كده بقى نشوف ايه تاني ممكن من الاستراتيجيات اللي احنا نشتغل عليها. حاجة تانية بيتقال عليها العلاقات، العلاقات العامة، او اللي هما ثانية كده، او زي اللي هما البوبليك ريليشنز. تمام، بوبليك ريليشنز. تمام، طيب انا لو في البوبليك ريليشنز دي معناها ايه، او المفروض ليه يعني ايه بوبليك ريليشنز؟ دي العلاقات زي بالظبط كده. انا دلوقتي مثلا تعالى كده نقول والله انا مثلا واحده من الامثله السهله والبسيطه، لو انت رحت مثلا عند دكتور ولنفترض انه دكتور اسنان، ساعات كده بتلاقي واحد داخل ببدله، واللي داخل ببدله ده داخل للدكتور، وبعد ما بيخش الدكتور بيخش عنده على طول وياخد بعضه ويخده. ده اسمه مندوب لشركات الأدوية. تمام، مثال على كده هنقول إيه، مندوب تمام شركات الأدوية. طب مندوب شركات الأدوية ده مثال للبوبليك ريليشنز، اللي هو بتاع علاقات، بيعمل علاقة ما بين الشركة نفسها وما بين الكلاينت نفسه بتاعه، سواء الكلاينت ده بي تو بي او بي تو سي، سواء الكلاينت ده بيبيع للعميل العادي او شركة بتبيع لشركة او مصنع بيبيع لشركة او شركة بتبيع لمحل. تمام، طيب الجزء ده كويس جدا، الجزء ده كويس كويس جدا جدا جدا. واحده من الحاجات اللي بنشتغلها في الاسواق لما بنيجي نشتغل على مشاريع بره مصر، لازم بنفكر في حته البوبليك ريليشنز دي هتمشي ازاي. واحده من الحاجات اللي ناجحه جدا 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 في الشغل بتاعنا، اللي هو انت ايه الناس اللي ممكن نعمل معاهم علاقات، تمام، او نبعت لهم حد من عندنا، تمام، والمفروض ان هو يديل معاه على بيع، يديل معاه على شغل، يديل معاه على شغل، يعمل معاه ديل على شغل. فهنا انا مش هخسر حاجه، مش هدفع فلوس كتير، انا كواحد اونر ممكن اعملها، واحد ككو فاوندر كشريك في شركه ممكن يعملها، واحد شغال في الشركه ممكن يعملها، جاست يكون فاهم المنتج وفاهم هو رايح يكلم مين وفاهم السوق كويس، خلاص هو يقدر يقوم بالدور ده بشكل كبير او بشكل اساسي. تمام، فهنا البوبليك ريليشنز مثال على كده، مندوب شركات الادويه بيروح للدكتور. تمام، فهنا هو بيعمل علاقة ما بين شركة الأدوية، تمام، وما بين ايه الدكتور. تمام،
وبالمناسبة في الدول العربية كتير الجزء ده مهم جدا جدا جدا. هو يعني بيقوم على ده بشكل كبير جدا، بيقوم على ده بشكل كبير. يعني انت دلوقتي شركة أدوية، ايه العلاقة؟ طب تعالى مثلا نشوف مثلا حاجة تانية، او نشوف مثلا تجار الجملة. تمام، انا دلوقتي تاجر جملة، وعلشان انا تاجر جملة محتاج اسوق لنفسي ان انا ببيع حاجات جملة، زي مثلا اكياس كراتين شيبسي ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. فايه اللي بيحصل؟ بيعمل ايه؟ بيجيب مندوب. تمام، احنا بنلخص دور البوبريكريشنز طبعا في حتة المندوب، بحيث ان هو نسهل الدنيا شوية، بس هو ليه ادوار اعلى من كده بكتير، وبيوصل لبزنس ديفلوبمنت وما الى ذلك. طيب تجار الجملة بيعمل ايه؟ بيجيب، انا دلوقتي تاجر جملة، فانا بعمل ايه؟ بجيب مندوب. تمام، وبعربية، وبيلف يخلص ديلز مع، بيلف يخلص ديلز مع المحلات. تمام، بيخلص تمام مع المحلات. تمام، ده حد ممكن يكون ايه؟ ده حد ممكن يكون شغال بابليكيشنز، هو بيعمل ديل ما بين مكان ومكان. طب تعالى مثلا هقول لك على حاجة تانية. انا دلوقتي مكان، تمام، تعالى كده مثلا نقول انا دلوقتي مكان المفروض ان انا ببيع مثلا، او انا بقدم سيرفيس مثلا، او انا مكان بقدم سيرفيس. السيرفيس بتاعتي دي مثلا هنقول مثلا دفع الكتروني. تمام، طب انا دفع الكتروني المفروض ان انا بعمل ايه؟ انا شركة مثلا، انا شركة طالعة جديد، المفروض ان انا بشتغل على الموبايل بيمنت، انما ممكن من خلالي زي فاليو مثلا، ممكن كمثال من الامثله. انا دلوقتي المفروض ان انا بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بأدي خدمه. تمام؟ ان انت ممكن الناس تدفع من عن طريقي. تمام؟ تعالى كده مثلا انا عملت ابلكيشن دفع من خلال الموبايل. طيب انا دلوقتي ممكن اعمل ايه؟ انا دلوقتي ممكن اعمل اعلانات. تمام؟ حلو جدا. طب تعالى بقى لو انا بتكلم بقى على بوبليكيشنز، لو انا بتكلم على علاقات، لا هعمل مثلا اتفاق، تمام، مع مثلا بي تك. تمام، ده ما، او مثلا اتفاق مثلا مع تعالى مثلا نقول مثلا بي تك. تمام، كواحده مثلا من الشركات الكبيره اللي الناس ممكن تدفع من خلالها. تمام، والناس تقسط من خلالها. تمام، من خلالها. تمام، تعالى مثلا نشوف مثلا تاني مين تاني مثلا. تعالى نشوف فيزيتا مثلا. تمام، طيب فيزيتا مثلا ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل ديل مع مين؟ من خلال البابليكيشنز او من خلال العلاقات، وحد ممكن تعمل مع العيادات. تمام، انا دلوقتي هبدا، فانا ايه اللي يخليني انزل واعمل اعلانات؟ لا انا ابتدي اعمل ديل مع الدكاتره. تمام، وايه العيادات. تمام، ونعمل كده ديل معاهم، والمفروض ان احنا طبعا يا تمام، ومن الديل ده المفروض ان احنا ايه، نقفل الديل فنبيع. والله انا مثلا رحت اتفقت مع مجمع عيادات. حلو، مجمع العيادات ده مثلا فيه حوالي 30 دكتور، فهنا انا لو انا عملت اعلان وخليت مثلا 30 دكتور يسجل عندي، تكلفتها كام قصاد تكلفة ان انا عملت ديل، رحت مع عيادة او مدير عيادة او مدير مستشفى وعملت معاه الديل. تمام، فهنا دي حاجة حاجة مهمة جدا جدا، وفي نفس الوقت بتدي بقى تراست، يعني خلاص انت بتدي لنفسك وسع في المجال. تمام، بتتوسع اكتر. تمام، وعلاقاتك بتوسع في المجال. تمام، يعني انت بعد كده اسمك بيبقى معروف في المجال. انا عارف شركة مش عارف ايه، شركة دي جات لي، الشركة دي جات لي، الشركة دي جات لي. تعالى مثلا نقول حاجة مثلا زي سويفل. تمام، سويفل ممكن تعمل دي مع مين؟ مع الشركات. تمام، اللي عندها موظفين. انا والله بأدي خدمة سيرفيس ميكروباص وكده، فانت لو عندك مجموعة موظفين في اماكن معينة، انا ممكن انا والله اتعامل معاهم، وانا اوديهم واجيبهم، والموظفين دي تدفع فلوس من خلال ايه، الشركه. تمام، فهنا انت عملت ديل محترم. تمام، ممكن انت مثلا شركه فيها 200 300 شخص، نوفر لهم ده. تمام، وباسمي كسويفل. تمام، طيب ايه تاني ممكن نستخدمه او ممكن نشتغله في الحته بتاعه
الكونتنت ماركتنج مثلا من الحاجات المهمه جدا جدا جدا. تمام، اي حد دلوقتي ممكن يعمل كونتنت، مش قصدي ككونتنت كتابه، لا انا قصدي ان انت زمان كان الاول الناس مسموح لها، ناس محدده بس هي اللي مسموح لها تكتب، مش كل الناس مسموح لها ان هي تكتب. يعني مثلا لو جينا قلنا مثلا زمان، تمام، كان مين اللي ممكن يكتب ويعمل كونتنت؟ تمام، اللي شغالين ايه؟ الصحفيين. تمام، الصحفيين بس هم اللي كان مسموح لهم يكتبوا نظرا للتولز اللي كانت موجوده. يعني انا كواحد صحفي، انا ممكن اكتب في جورنان، ويعني الصحفي اللي اشتغل في جورنان يبقى الدنيا بالنسبه له تمام كده خلاص، تمام، وكتب في جورنان كذا وكتب في جورنان كذا، فهو اللي مسموح له يكتب. حاليا الكونتنت هو اللي ممكن اي حد يكتب، ممكن اي حد في اي حته في الكوكب يعمل بيج لينكد ان على فيسبوك انستجرام اي حاجه، ويعمل ايه؟ محتوى. من خلال المحتوى ده يبيع او يعمل توعيه او ايا كان بقى. المهم لو انت استخدمت المحتوى بشكل كويس على حسب البلاتفورمز، خلاص انت بالنسبه لك الدنيا تمام. عملت يافطه وحطيتها على البيت عندك، انت ده كتابه محتوى بتروج لنفسك. تمام، فحته كتابه المحتوى دي من الحاجات المهمه جدا. انت لازم تعمل جدول للمحتوى، للمحتوى بتاعك، سواء انت كنت شركه، سواء انت بتنزل منتج، سواء انت شغال في اي حاجه، فلا انت لازم ممكن تعمل كونتنت وتبيع من خلال ايه المنتج ده، او تبتدي ان انت توضح من خلال المنتج ده ايه اللي انت ممكن تقدمه للناس. فالكونتنت طبعا من غير ما نطول فيه، كونسبت معروف ان اي حد ممكن يعمل كونتنت، من خلال الكونتنت ده يسوق منه، يعمل صفحات. زي لذلك كنا بنتكلم المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن السمول بزنس وطريقه التسويق بتاعتهم، وقلنا ان انت قلنا المره اللي فاتت انت ما تعملش كونتنت وتعمل بيجز ويلا بينا وتروح اعمل كونتنت ومنزله قبل ما تست السوق بتاعك. هنا الكلام ده صح، وفي نفس الوقت انت برضو تستخدم الكونتنت علشان بعد كده تروج بعد ما تعمل تيست للمنتج بتاعك. يبقى بتعمل تيست للمنتج بتاعك في الايه السوق. طيب بعد كده ممكن تستخدم ايه تاني؟ كل دي انت استخدمت الكونتنت او استخدمت البابليك ريليشنز او استخدمت الكلام ده مش هياخد منك فلوس. انت لو وظفت الكلام ده كله مع بعضه بطرق ما على حسب استراتيجية تتناسب مع البيزنس بتاعك، خلاص انت بالنسبة لك خلاص الموضوع بقى بسيط وبقى سهل، والدنيا بالنسبة لك بقت تمام. حاجة تانية ممكن الناس بتتلخبط فيها ما بينها وما بين الريليشن شيب، هي الكوربريت. الكوربريت اللي هو انت هتعمل ديل مع شركه مش عشان تنفعها او عشان هي تنفعك، لا انت عشان تنفعوا بعض. المنفعه هنا المفروض المنفعه متبادله. المنفعه ايه؟ متبادله. فور اكزامبل، مثلا فور اكزامبل، انا دلوقتي المفروض بشتغل على ان انا مثلا بعمل مانيتور لاشخاص او بعمل مانيتور للناس، تمام، في مجال الماركتنج، حلو جدا. او مثلا بشتغل في جزء المانيتور عشان ادي اشخاص. فمثلا هنعمل اتفاق، تمام، مع شركه، تمام، ان احنا نشتغل مانيتور او نعمل مانيتورنج للناس اللي موجوده كموظفين، في مقابل ان الشركه دي تدينا مثلا، تعمل لنا مثلا حاجة تانية، تعمل لنا مثلا لو هي مثلا، تعالى كده نشوف ان هي مثلا شركة بتشتغل مثلا في صيانة اللابتوب، تعالى كده مثلا نشوف شركة صيانة، تمام، اللابتوب. حلو، طيب احنا دلوقتي هنعمل اتفاق ما بيننا ان احنا المفروض هنشتغل على المونيتورنج كماركتنج للبيزنس بتاعهم، وفي نفس الوقت هم هيشتغلوا في الديل ده، هيشتغلوا بالنسبه لنا عقد صيانه لمده مثلا سنه. تمام، فهنا عملنا كوربريت ما بيننا، في ديل حصل ما بيننا وبينهم. احنا مثلا شركه بندي مثلا تريننج في البيزنس، وشركه تانية بتدي تريننج مثلا في ال مثلا في 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 مثلا تعالى مثلا نقول في الساينس مثلا. حلو،
احنا مختلفين. طب حلو جدا، لما حد يجي ياخد من عندي انا ممكن اديه مثلا تبادل العملاء، تمام. طيب تعالى مثلا واحده كده نقول كده، واحده من الحاجات برضو اللي حلوه في الكوربريت اللي نفذناها قبل كده، شركه تمام بتشتغل في ايه التصميم الداخلي، تمام. التصميم الداخلي اللي هو ايه، انا دلوقتي اشتريت شقه، بعد ما اشتريت الشقه المفروض ان انا لما اشتريت الشقه خلاص محتاج بقى تتشطب، يعني انا خلاص اشتريت الشقه عشان اقعد فيها لازم الشقه تتشطب، تمام. طب انا مين اللي باع الشقه؟ والله شركه العقارات. حلو، طب مين اللي بيشطب؟ شركه التشطيب. طب احنا كشركه تشطيب هنعمل كوربريت، تمام، هنعمل تعاقد، تمام، مع شركه العقارات. حلو، طب احنا عملنا في تعاقد مع شركه العقارات، هنعمل تعاقد بناء على ايه؟ ان العملاء اللي هيجوا لنا، سوري، العملاء اللي هيشتروا من عندكم شقه او توين هاوس او فيلا او ايا كان اللي هيشتروه، تمام، تدونا الداتا بتاعته، تمام، واحنا نبتدي نكونكت معاه ان احنا نشطبه، وفي نفس الوقت تاخدوا انتوا ميزه ان اي عميل بالنسبه لكم هيجي يشتري عقار، اي عميل هيجي يشتري عقار، والله احنا عندنا فيوتشر او عندنا اوفر على التشطيب، يعني انت لما تشتري من عندنا احنا عندنا بنتعاقد لك مع شركه ممتازه جدا جدا وتاخد اوفر 25%. فهنا احنا عملنا تعاقد، انت حطيت ميزه اضافيه عندك ان انت تبيع، تمام، وانا كشركه تشطيبات خدت العميل اللي هو اوريدي انا محتاجه، تمام، وبشكل دايركت، تمام. فهنا انت عملت ريليشن وعملت كوربريت تعاقد ما بينك وما بين ايه؟ وما بين الايه الشركات التانية، عملت تعاقد ما بينك وما بين ايه الشركات التانية، تمام. طيب ايه تاني ممكن احنا نعمله، او ايه تاني ممكن نشتغله لو احنا دلوقتي مثلا شركة بتقدم خدمات ممكن تنفع انها تتقدم لشركات بمثلا بشكل فور فري، تمام، وده بيلعب على حتة العاطفة، وبقيت شركات كتير تستخدمها دلوقتي. انا دلوقتي لو انا هشتغل على بشكل تطوعي، يعني مثلا انا مثلا هنقول على جزء معين، ان مثلا خلينا نقول مثلا ان يعني في اسئله بتيجي في الشات، خلينا اكتبوها عادي وانا هرجع للاسئله دي، يعني اللي عنده سؤال يكتب وانا هرجع اجاوب على الاسئله دي، تمام. طيب انا دلوقتي كفولنتير او بقدم خدمه مثلا معينه اقدر ان انا اقدمها، هقول مثلا، او مثلا لو انا كافيه، حلو، او مطعم، حلو، مطعم، تمام. هقول مثلا مطعم مثلا بيبيع خضار مثلا، تمام، صحي، حلو. طيب انا كمطعم خضار صحي هقول، ودي برضو حاجة احنا نفذناها قبل كده وكان ليها صدى كويس، انا مطعم خضار صحي. طب انا دلوقتي عايز اعمل جزء ماركتنج كويس ليا، وفي نفس الوقت اشتغل بشغل ان انا اسوق للناس، او ان انا ابتدي ان انا افيد الناس، فانا هقول ايه، والله كل مثلا وجبه، تمام، هناخد مثلا من ثمنها، تمام، 10%، تمام، لمرضى السمنه، لمرضى ايه السمنه. حلو جدا، يبقى انا حد بشجع الهيلثي، وفي نفس الوقت انا بفيد الكوميونتي بتاعتي، اي حد عنده مرض سمنه انا بتبرع ب 10% ان انا اساهم في علاجه. طب انت كده اصلا عملت حاجه كويسه جدا جدا، فدت الناس، عملت ماركتنج بشكل كويس، بدات ان انت تاخد براندنج بشكل مسمع في وسط الناس. انا لما هاجي افكر ان انا اكل اكل خضار صحي او ايا كان، لا انا هروح المكان ده لانه بياخد 10% يديلي سمنه، يبقى انا كسبت ثواب، كسبت ان انا ساعدت الناس دي، ان انا شاركت معاهم وما الى ذلك، وعملت كوميونيتي وعملت براندنج ليا بشكل مختلف، عملت براندنج ليا بشكل مختلف، تمام، عملت براندنج ليا بشكل مختلف. فهنا انا عملت جزء فدت الناس، وفي نفس الوقت عملت بشكل ان انا اضفت للناس حاجه مختلفه وعملت براندنج ليا. طب تعالى كده ناخد الجزء ده تاني، انا دلوقتي التول دي او الاستراتيجيه دي بتعتمد على ان انت بتقدم حاجه تطوعيه للناس، تمام، تفيد المجتمع اللي انت فيه، وفي نفس الوقت
انت بتعمل بيها براندنج، بتعمل بيها ماركتنج لنفسك، وفي نفس الوقت هي بزيرو بادجت. اللي هي ايه؟ بزيرو بادجت هنا. طب ليه؟ ما احنا هنا هدفع 10%، اوكي، بس ال 10% دي اصلا انت حاططها على الاوردر اللي انت اصلا هتطلعه، تمام؟ وفي نفس الوقت هي بتدفعها بعد ما الفلوس جات لك، بعد ما العميل جه ودفع، فاوريدي انت ما دفعتش فلوس في الاول، فاهم؟ يعني ما عملتش ماركتنج علشان الناس تجي لك، لا، انت الناس جات لك ولما المكسب جالك بدات تطلع منه. طب هنا ايه اللي بيحصل؟ انا دلوقتي مطعم اكل صحي، مطعم اكل صحي، مطعم اكل صحي، بدات اطلع وجبات من عندي، بدات اطلع وجبه من عندي، سوري، بدات اطلع على كل واحد بيجي ياخد من عندي وجبه، بيجي واحد ياخد من عندي وجبه 10% لمرضى السمنه، لان انا بشجع الناس على انها تاكل اكل صحي، وفي نفس الوقت انا بعالج الناس اللي هي ايه، عندها مرضى سمنه او ايا كان، تمام؟ فهنا انت بتعمل حاجه تفيد المجتمع، وفي نفس الوقت غير ان انت بتفيد المجتمع، لا، انت برضو في نفس الوقت بتأدي خدمه كويسه جدا وبتساعد الناس ومش عارف ايه والكلام ده كله. فهنا انت، لا، انت هنا فارق بشكل كبير، انت بتقدم حاجه مختلفه، بتشتغل على فاليو كويسه، تمام؟ فهنا انت، دي واحده من الاستراتيجيات المختلفه. لو لاحظت واحنا بناخد استراتيجيات شويه ليها علاقه بالديجيتال وشويه ليها علاقه مش بالديجيتال، يعني عشان بس الناس، انا دايما براعي الحته دي عشان في ناس دايما بتعتمد على الماركتنج على انه ديجيتال، احنا هنعمل كامبين، هنعمل كونتنت، هنعمل، لا، في حاجات تانيه كتير هي تولز تساعدك. الديجيتال دايما دايما بقول ان هي اداه امبلمنتيشن بتساعدك. انا ممكن اعمل الفكره دي بتاعت الماركتنج، بس في نفس الوقت انا عندي اشتغل على الديجيتال ماركتنج، ان انا ابتدي اشير ده في جروبات، مش عارف ايه القصص دي كلها، تمام؟ طب تعالى ايه تاني ممكن مثلا نستخدمه؟ حاجه مهمه جدا 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 هي الايميل ماركتنج، تمام؟ الايميل ماركتنج من الحاجات الهائله جدا جدا اللي انا ممكن استخدمها، خصوصا طبعا الايميل ماركتنج مش بينفع مع كل الـ مش بينفع مع كل الـ 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 كل الاندستريز ولا كل الشركات، يعني ممكن في شركات ينفع معاها وشركات لا، ممكن ينفع في مجالات معينه ومجالات لا، تمام؟ فالايميل ماركتنج من الحاجات المهمه جدا. واحده من شركات العقارات، تمام، كنا شغالين معاها قبل كده في 2015، تمام، والمثال ده انا بقوله كتير لانه كان بصراحه يعني عزيز على قلبي شويه. شركات العقارات كان في 2015، المفروض الشركه دي ايه اللي حصل معاها؟ هي كانت محتاجه تبيع 60 وحده، عندها 60 وحده محتاجه ان هي تطلعهم قبل نهايه السنه، او ساعتها كنا اصلا في نهايه السنه ومحتاجين نطلعهم ومش عارف ايه. عملنا اتفاق، تمام، من خلال الايميل، تمام، بعتنا ايميلات، جمعنا ايميلات وفاكسات الفاكسات ما ساعدتناش كويس، بس الايميلات هي اللي كانت عملت معانا شغل كويس. عملنا اتفاق من الايميلات مع شركات، تمام، في تخصصات مختلفة، تمام، بس تخصصات تقيلة، تمام، يعني تخصصات زي البترول وما الى ذلك، تمام، ان اي شركة هتشتري او الموظفين بتوعها هيشتروا، تمام، هتاخد نسبة، تمام، وهيكون في تقسيط، تمام، على الوحدات للشركات دي، تمام، حسب مرتبات الموظف، تمام. ودي يعني حسابيا اشتغلوا عليها كتير، تمام، لكنها الفكرة نفسها مدمجة بالتول بتاعة الايميل ماركتينج. لا، احنا بعنا عدد وحدات كتير، وكانت اصلا مفاجأة ان احنا نقدر نطلع العدد ده من الوحدات، وكانت حاجه كويسه جدا، تمام. فانت ممكن تستخدم الايميل بفكره، تمام، الايميل بفكره، وهي شركه على فكره ما كانتش ناشئه، كانت شركه قديمه كمان، وكانت شغاله على مناقصات، وكانت شركه كبيره مش صغيره، بس في نفس الوقت لا، هي شركه زي ما قلت لك، شركه مش ناشئه، لا، شركه قديمه ومعاها فلوس وكل حاجه، بس هنا بقى الافكار، انت تقدر تطلع ايه بالظبط باي طريقه. وبالايميل ماركتنج ما كانش فيه ما كانش فيه اللهم صل على النبي، ما كانش فيه ما كانش فيه ساعتها، مش عارف، انا نسيت، كان كنا شغالين بالايميل ماركتنج، ما كانش فيه ساعتها لود او بادجت محطوطه او الكلام ده كله، مع الرغم ان احنا لا، كان ممكن نحط بادجت وكل حاجه. طب في ايه تاني؟ في حاجه اسمها انترنت، تمام، انترنت كونفرزيشن، تمام، او زي ما بنقول كده اللي هو ايه، الجزء بتاع السوشيال ميديا بشكل عام، الجزء بتاع السوشيال ميديا، اي حاجه ليها علاقه
اي حاجه ليها علاقه بالسوشيال ميديا فهي شات، او اي حاجه فيها شات هي سوشيال ميديا. اللي بيفرق السوشيال ميديا عن الديجيتال، والكلام ده قلناه قبل كده، اللي بيفرق السوشيال ميديا عن الديجيتال ان السوشيال ميديا فيها حاجات فيها شات، اي حاجه ما فيهاش شات فهي ديجيتال ماركتنج. طيب الانترنت كونفرزيشن، اي حاجه فيها شات ما بينك وما بين الناس، زي بالظبط كده، تمام؟ جروبات، تمام، او المجموعات يعني زي ما بيتقال عليها، تمام. مثلا الصفحات، تمام، زي مثلا التعليقات عند الناس، تمام، زي مثلا جروبات الواتساب وتليجرام. تليجرام على فكرة يعني برضو طول هايلة جدا جدا جدا، تمام، وتليجرام، تمام. فدي كلها حاجات، اي حاجه كونفرزيشن، اي حاجه كونفرزيشن فهي with zero budget، مفيش اي حاجه. انت لو دخلت عملت كومنتس او بوستس في الجروبس ده انت مش هتدفع عليه فلوس. صفحات نفس القصه، اي انا مش عارف ايه الكلمه الغريبه دي، تمام، او التفاعل بشكل عام، تمام، التفاعل ايه على السوشيال بشكل عام، تمام. دي من الحاجات المهمة جدا جدا اللي هتفرق معاك لو انت شغال على الجزء ده. طيب ايه تاني ممكن انت تشتغل عليه؟ جزء الاي سي او، تمام. جزء الاي سي او مهم جدا جدا جدا، تمام. بياخد لونج تيرم، تمام، وقت طويل جدا معاك، تمام، يعني بياخد وقت، تمام، بياخد وقت طويل، تمام، علشان على النتائج، لكن نتائجه ممتازه جدا. انت العميل بيسيرش عنك بيلاقيك بعد ما طبعا بتطلع الشغل بتاعك بتاع ايه الاي سي او، تمام. طب تعالى كده ناخد مثلا حاجه كمان ملهاش علاقه بالديجيتال، حاجه ملهاش علاقه بالريكومنديشن، تمام. الايه الريكومنديشن، تمام، الريكومنديشن من الحاجات المهمه جدا جدا. اي اطلب مثلا من اي حد يرشحك، تمام. انا دلوقتي شغال جرافيك ديزاينر، حلو، انا شغال جرافيك ديزاينر. لا يا جماعه، لو حد محتاج حد جرافيك ديزاينر، لا انا موجود، تمام. وشركه تبتدي ترشحها، تمام. ايه ايه تاني؟ انا ممكن مثلا عملت عميل، عملت شغل للعميل، تمام، عملت شغل للعميل، تمام، فهقول له تمام انا محتاجك ترشحني لحد، ولما ترشحني ليه، تمام، المفروض ان انا اديك اوفر بعد كده، تمام. واحده من الحاجات بتاعت الريكومنديشن اللي ليها استراتيجيات مختلفه ممكن تستعملها، تمام. فدي كلها من الحاجات المهمه جدا 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 اللي ممكن انت تستخدمها وهتفرق معاك، تمام. يعني هتفرق معاك بشكل كبير جدا، سواء انت شركه، سواء انت شغال مع مع مثلا مع عميل، شغال في اي حاجة تانية، فريلانسر، شغال مع شركة تانية، شغال مع براند لسه بيبتدي، الكلام ده كله، لا الكلام ده كله هيفرق معاك جدا جدا، وهياخد منك، هياخد منك شغل وهياخد منك وقت، بس في نفس الوقت لا انت هتحقق نتائج وزيرو بادجت زي ما بنقول، او بصفر نتائج زي ما احنا عارفين، تمام. طيب ده يعني ده كده جزء من الجزء، او حاجه من الحاجات، او بعض الاستراتيجيات وطريقه الكونسبت بتاعت الزيرو بادجت. طب احنا دايما بنستخدم الجزء بتاع الزيرو بادجت ده في كل البروسيس بتاعتنا، بتفرق معانا بشكل كبير. هكذا كده نشوف المسج، تمام. مش عارف محمد كان بيقول انا لسه داخل، مش عارف يعني يا محمد لو تفتح المايك وتقول لي انت الدنيا الحته اللي وقعت منك فهمتها ولا لا. الاستراتيجيه سندس، مش عارف انت بتقولي الاستراتيجيه هذه ما عندوش ميزانيه تسويق بيها يستخدمها. لا، اللي عنده ميزانيه او اللي ما عندوش ميزانيه، المهم دي حاجه من الحاجات اللي او استراتيجيه من الاستراتيجيات اللي بنعتمد عليها. الخصم بيتم على اساس اي شركه فيهم. تاني من حته المطعم، انا مش عارف، انا حته المطعم عدتها، فمش عارف لو عايزين اعيدها لك تاني برضو افتح المايك وقولي لي اعيد لك الحته دي تاني. اميره انا مش فاهم، ممكن انا مش فاهم ممكن ايه conversation، ايه مش فاهم، مش عارف. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا محمود؟ ازيك عامله ايه؟ تمام الحمد لله. بالنسبة للخصم بيتم على أساس إيه؟ فهو بالنسبة لشركة التشطيبات والعقارات،
هو مين اللي هيقدم الفصل؟ شركة العقارات لا، ولا شركة؟ شركة العقارات هي اللي هتقدم الخصم على الديزاين. على انا دلوقتي لو جالي عميل المفروض ان انا هعمل له تصميم، مش هيطلب مني خصم، صح؟ طيب حلو جدا. الخصم ده انا هديه لشركة العقارات واقول لها اعملي ماركتنج ان اي حد يجي قولي له لما هتشتري مني مثلا عقار معين او هتشتري مني شقة في كومباوند معين او ايا كان، انا من عندنا هديك ايه، هديك خصم على التشطيب بس، تمام؟ والتشطيب ده او الخصم ده بيكون جاي اصلا من شركة ايه، التشطيبات، وبتاخد العميل توديه لشركة التشطيبات، العميل قفل مع شركة التشطيبات، خلاص الشركة بتاعة العقارات بتاخد برضو منها نسبة بس. هي على أساس يعني اللي هيقدم شركة العقارات هتقدم هي من نفسها ولا هتاخد من شركة الاتصالات؟ ده كان قصدي. لا مش فاهم، معلش تاني كده. شركة العقارات بتقدم الخصم ال 25% ده، هي بتقدمه من نسبة العمولة بتاعتها ولا بتاخده من شركة الاتصالات؟ ده كان قصدي. لا، بتاخده من شركة التشطيبات. اوكي. طيب بالنسبة للتست الكونتنت، للإيه؟ التست بتاع الكونتنت ان انا اعمل بيج وانشر عليها كونتنت والكلام ده، تمام. اوكي. الكونتنت ده انا بنشره على اساس مقارنة بالمنافسين، ان انا بشوف المنافسين الكونتنت بتاعهم، زي مثلا السياحة والانتريال، بيبقى السياحة بيبقى عروض واسعار رحلات وفنادق وكده، والانتريال بيبقى حاجة بسيطة جدا. فبيبقى ده قصدك ان انا اعمل التست بناء على المنافسين ولا ان انا بنزله كأد لا، ولا ايه؟ انا بنزل الكونتنت نفسه وابتدي اتست الناس، هل هي الناس متقبله الفكره نفسها ومتقبله الموضوع، وببتدي اسوق ك ك ك من خلال الكونتنت اللي انا بقدمه للناس. يعني مثلا في ناس بتقدم مثلا الكونتنت بينفع ناس، تمام؟ يعني انا دلوقتي بقدم كونتنت عشان افيد بيه الناس، تمام؟ فده اسلوب من اسلوب الماركتنج، مش بيكون فيه اي دفع، فاهم قصدي؟ اورجانيك، أوه. تمام. واحده من الحاجات برضو بتاعت الكونتنت بتكون كالاتي، ان بيجي مثلا حد بيعمل ويب سايت ومحتاج ان هو يشهر الويب سايت ده قوي، تمام؟ فبيجيب ناس بتوع كونتنت مبتدئين ويقول لهم معاكم الويب سايت، اكتبوا عليه الكونتنت بتاعكم، تمام؟ وراجعوه واتدربوا في الويب سايت نفسه. هو بيقوم الويب سايت، تمام؟ علشان الويب سايت يعلى ويبقى عليه محتوى مختلف والناس تبتدي الكونفرجن عليه، وهم بيجربوا في الويب سايت نفسه، بيكتبوا احسن ما عندهم باحسن حاجه في الاي سي او، عشان يبتدي يقولوا احنا عندنا هيستوري وبدانا نبني شغل. فهنا دي تتسمى مثلا هم عملوا كوربريت، وفي نفس الوقت ده تسويق بالكونتنت نفسه، وبيشمل اكتر من حاجه، فاهم قصدي؟ هي يعني دي واحده برضو من الامثله اللي بتحصل يعني. هو في حد بيعمل كده؟ اه، في مواقع بتعمل كده، في مواقع بناس بتكون، وخصوصا كمان في مجال الماركتنج، شفت اكتر من حد عملها، بيعمل ويب سايت عشان الويب سايت ينتشر ويوصل ما بين الناس، بتخلي الناس تكتب كونتنت ويبعتوا لهم يراجعوه وينشروه على الموقع، ويقول لك ده كتبه مش عارف مين، عشان بس يوسع الدايرة وفي نفس الوقت الناس تستفاد، فاهم قصدي؟ زي مثلا، ما علينا من الأسماء، ما علينا. تمام، اوكي. طيب بالنسبة لقنوات تليجرام، تمام. التسويق بتاعها اورجانيك ولا ممكن ان هو بيبقى فيه تتبع بيكسل او لا بص، هو بص هقول لك، الجزء بتاع تليجرام هو لحد دلوقتي ستيل اورجانيك، لكن تليجرام فيه ميزات زي السيرش مثلا. انا لو انا بعمل سيرش مثلا على منتج او على حاجه معينه، لا انا هيجي لي في السيرش الناس، فاهمه؟ لو انا بعمل سيرش على حاجه مثلا، مثلا بعمل على منتج، تمام؟ في السيرش هيجي لي كل الجروبات بتاع الشركات، فاوريدي الناس دي عندها الداتا بتاعت العملاء، فاوريدي انا ممكن اشوفها، ممكن ابتدي اتعامل معاها، ممكن لو الجروب مفتوح ممكن انشر عليه وما الى ذلك، فاهم قصدي؟ فلا، تليجرام فيه تولز مختلفه ممكن نقدر نشتغل عليها، وممكن نبقى نعمل يوم لتليجرام ونطلع التفاصيل بتاعته كلها، دي ما فيهاش اي مشكله يعني. يعني انا عليه بفلتر العملاء او بفلتر العميل بتاعي اللي انا محتاجاه. بفلتر العميل وبشوف كمان ايه اللي نازل جديد في السوق، والناس بتشتغل ازاي، والكونفرجن ما بين الناس ازاي، ولو الشات مفتوح انا ممكن اشتغل عليه كمان.
طيب بالنسبة إن أنا لو حبيت إن أعمل تسويق لنفسي، إزاي ترشيح شركة؟ إزاي شركة ترشحني؟ أو إيه الأوفر اللي ممكن أقدمه لها علشان هي ترشحني؟ علشان هي ترشحني الاوفر اللي انا اقدمه لها ان انا اعملها شغل كويس. انا في ناس لما بتقدم لها شغل كويس هي اوريدي بترشحك من غير اي حاجه. ممكن حته الترشيح تيجي زي حته الريفيو، ممكن بعد اذنك لما تنزل ريفيو عني على البيج عندك او على الستوري، ممكن مثلا بدل ده وده هو كده، ده ترشيح بس ان دايركت. ممكن حد يشوف الكومنتس عنده او البوستس بتاعته يبتدي ان هو يكلمك. حاجه كمان، انا ممكن مثلا حد مثلا زي ما بيحصل، بلاقي مثلا ناس عامله لي منشن في بوست عند حد تاني لما هو بيسال على حاجه اصلا تانيه، تمام، وانا ممكن ما اعرفش الاولاني ولا ايه دي؟ التاني. انا عارفاها، فهو في ناس بتعملها اوريدي، مفيش حاجه، بيبقى زي فيدباك او حاجه زي كده. بالظبط، ده بس بيبقى سجست. انا ممكن بقى اعمل حاجه تانيه. حضرتك مثلا شغاله في الاي سي او فور اكزامبل، تمام، حلو. طيب الاي سي او ده اصلا بيبني على ايه؟ على ويب سايت، صح؟ فانا بدي بتكلم مع الناس اللي هم عندهم بيعملوا برمجه الويب سايت، حلو. اي حد يعمل عندك برمجه الويب سايت رشحني ليه، وده شغلي القديم. فيبتدي ان هو يبتدي لما يجي يعمل برمجه الويب سايت يقول له اكيد اكيد، هيقول له ما تعرفش حد يشتغل لي اي سي او على الويب سايت؟ يقول له اه ممكن، انا عندي حد كويس، ويروح باعت له ايه الفايل بتاعي. نفس اللي بيحصل بالظبط لما الاقي ناس بتسالني على شغل، بقول لها طب ابعتوا لي البروفايل، تمام. وانس ان هو بعته لي، انا مش عندي حد دلوقتي طالب، فاهم؟ بس وانس ان انا، لا انا عامل فولدر كده وحاطط فيه ناس، واي حد يطلب سجست، انا متاكد ان الحد ده شغله موجود قدامي وشغله كويس، ببتدي اسجست ليه بعد ما براجعه طبعا، او بعد ما بشوف شغله يعني، تمام. فهو ده طلب الترشيح نفسه. انا ساعات بتيجي ناس تقول لي لو حد مثلا عندك بيعرف يعمل مثلا كونتنت، او احنا بعض الشركات بتيجي تقول لي مثلا ايه، والله احنا عايزين حد بتاع ميديا باير، تمام. فانا عندي في شغل المينيتور كان في حد كويس خارج ميديا باير، انا عارف محمد كان بياخد معايا ميديا باير، حد ممتاز. فبقى يا محمد في شركه هتكلمك اسمها كذا، وانا رشحتك ليهم، تمام. محمد اصلا لما كان معايا في المينيتور قال لي لو لقيت قدامك فرصه قول لي، فاهم قصدي؟ تمام، وبوديه للناس. هو بقى اثبت نفسه معاهم، اوكي. ما اثبتش نفسه، هم بقى خلاص يعني. انا كده دي فكره الايه، السجست نفسها، تمام. 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 خلاص. تمام. تمام. كان في حد، انا كان في مين تاني؟ كان أميرة برضو، أنا مش فاهم. ممكن instant conversion، ترشح instant conversion والكيس بتاعت الإيميل. الكيس بتاعت الإيميل بسيطة جدا جدا. إحنا في شركة عايزين نطلع لها عدد من الوحدات، عملنا إيميل ماركتينج إن الشركة دي لو اتعمل معانا ما بيننا وما بينكم ديل، هتاخدوا نسبة على المبيعات اللي الموظفين هيشتروها من إيه، بس طبعا كانت شركات تقيلة، من الـ الوحدات أو عدد الوحدات. وعدد الوحدات هيكون فيه ناس مسؤولة بتسهيلات من بنوك ومن عندنا على حسب راتب الموظف نفسه اللي شغال في الشركة عندكم، وتتقسط على مدار وقته وعلى مدار وظيفته. بس دي الفكرة بتاعت الفكرة بتاعت الإيميل. طبعا الإيميل ممكن بقى نشتغل منه حاجات كتير جدا يعني، في حاجات مختلفة ممكن نشتغل على الإيميل يعني. أي حاجة ممكن نشتغل على الإيميل، ما فيهاش أي مشكلة يعني. الإيميل كده كده بنشتغل عليه حاجات كتير يعني. اي حد عنده بيشتغل في الايميل ماركتنج عارف ان هو ممكن من خلال الايميل ماركتنج يعمل حاجات كتير، ويرسل ميلز مختلفة على حسب طبعا كل شركة، وعلى حسب الكونتنت اللي انت عايز تستهدفه والقصص دي كلها، تمام. خلينا كده نشوف حد تاني عنده اي سؤال، او حد عنده اي حاجة محتاج ان هو يسأل عليها، أو حد عنده سؤال قبل ما نقفل. خلينا كده نشوف محمد، جهاد مش عارف جاية في الآخر، بس إن شاء الله تشوف الفيديو، تمام. خلينا كده نشوف حد عنده أي سؤال تاني قبل ما نقفل. أنا ماشي معاكي. معلش، أنا عارفة إن أسئلتي كتيرة. لا لا لا.
افضل اقل ميزانية ممكن استخدمها على اليوتيوب. اقل ميزانيه. بصي انا يعني انا مقتنع، يعني دي بالنسبه لي ان مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها اقل ميزانيه ممكن استخدمها. انا ممكن استخدم ميزانيه قليله جدا وما احققش النتائج، ممكن استخدم ميزانيه برضو قليله واحقق نتائج. هو الموضوع كله على حسب النيتش وعلى حسب الكومبيتيشن ساعتها وجوده القناه وعوامل كتير جدا بتفرق على حسب. الحاجة أو الحاجة اللي أنا ممكن أبدأ بيها حاجة كويسة عشان أحطها مثلا في الأكشن بتاعتي أو أقدمها للشركة وكده، حاجة كويسة ايه؟ مش فاهم معلش. يعني الحاجة اللي أنا أقدر أعمل بيها إعلان كويس على اليوتيوب يبقى له مردود إن أنا أحطها في البلان بتاعتي اللي هقدمها. يعني انت عايزة تعملي اعلان لمجرد التيست عشان تثبتي كفاءتك على اليوتيوب، ده اللي انا فاهمه صح؟ لا، هو الشركة طالبة إنها بالنسبة لها وضع جديد إنها هتعمل إعلانات على اليوتيوب، دي أول مرة تعملها، تمام. فهي المفروض إن أنا هحط ميزانية لإعلانات اليوتيوب وجوجل. جوجل أوكي، بس هي المشكلة الوقت معايا على اليوتيوب. هو عموما انت لما تيجي تعملي اعلانات يوتيوب هتعمليها من على جوجل، فانت ممكن تشتغلي على كيوردز معينه وتبتدي تشوفي الكيوردز دي على الليميت بتاعها، هيديكي الكوست للفيو هتبقى عامله ازاي، او طبعا على حسب طبيعه الاعلان بتاعك. دي حاجه. حاجه تانيه، هل القناه اصلا مؤهله ان هي يتعمل عليها اعلانات؟ يعني مثلا ولا انا حاطط فيديو واحد، بما انك لسه بتقولي اول مره، والمفروض ان لا انا محتاج القناه يكون عليها اكتر من فيديو، بحيث الناس لما اعمل اعلان والناس كانت تشوف، او الاكونت عندي تلاقي لا حاجه مختلفه. وبعدين يوتيوب ليه اكتر من نوع اعلان، فانت برضه هتشتغل على اي نوع؟ الموضوع فيه تفاصيل. حاجه كمان، اعلانات جوجل من انواع الاعلانات اللي هي بتشتغل على اللونج تيرم، يعني انا ممكن الاعلان اصلا طبيعه جوجل اعلاناته بتتعمل على اساس انها تعمل شهر شهرين ثلاثه كده، مش زي فيسبوك اعمل اعلان 3 ايام عشان ابيع حاجه وخلاص، فاهمه؟ فلا يعني موضوع يوتيوب محتاج ديتيلز اكتر، محتاج استراتيجي تتبني لها. طبيعه الاعلان اللي انا هشتغل عليه، البرودكت هو اويرنس ولا انا الناس عندها خلفيه؟ طب انا هشتغل بأني استراتيجيه، هشتغل ان انا احط الاعلان بتاعي على قنوات المنافسين، ولا انا هتارجت ان الاعلان بتاعي يظهر في نيتش معين؟ يعني الموضوع ليه تكنيكس مختلفه، مش بتتحدد انا هلعب ببادجت كام كده، فاهمه؟ ملهاش اجابه بصراحه بالنسبه لرايي يعني. ايه تمام، مفيش مشاكل. هو انا بثق في رأيك جدا يعني، وبمشي وراك ولا مغمض عينيا، ربنا فتمام مفيش يحفظك، مشاكل. ربنا يخليكي، تسلمي. بالنسبة بقى لبرودكت الساعات يعني عارف البرودكت بتاع كل مرة ده، عارف. ما حدش عايز يدينا اي بيانات عنه، كل الفروع كلها ممنوع يطلعوا اي داتا. ايه انت كنت مفكريني، بس كنت عايزة داتا ايه؟ انا كنت عايزه اعمل عن النموذج بتعملي الاخير ريسيرش طيب صح؟ الباير بيرسونا، كنت عايزه اعمل النموذج الاخير بتاع الباير بيرسونا، عايزه اطبقه. فتواصلت مع الفروع كلها جوه مصر، رافضين يدوا اي معلومات، ده غير مصرح ان هم يطلعوا اي معلومات. هما اكيد مش هيطلعوا لك معلومات، بس انا يعني بايولوجيك مين اللي هيشتري الساعة دي بالمبلغ ده؟ فلازم انا ابتدي ادرس اصلا. طب انت المنتج ده هو بقى في اصلا، ناس كتير بتعمل فروع كتير، بص، هو رينج الساعة كام؟ بدايته من 25,000 لنص مليون، 24,000 نص مليون. لا بصي انت محتاجة، من 25,000 بص لممكن هقول لك على يوصل حاجة. داخل مصر لنص مليون. فاكرة احنا اتكلمنا في مرة على الاس تي بي صح؟ على تمام. فكرة أنا بعت لك نماذج مرتين على الإيميل، مرة قبل كده وأول امبارح عملت لها أول امبارح؟ عملت لها إعادة إرسال. لا أول امبارح دي، أنا مقفل الإيميلات النهاردة الصبح، ما مش كده. لا حضرتك، أنا بعتهم يومين بالظبط، كنت عملت لهم إعادة إرسال تاني، هم أكتر من ملف. طب اقول لك على حاجه، ابعتي لي الايميل بتاعك على البيج، او بحيث ان انا اعمل سيرش بالايميل، او ابعته لي برايفت هنا وانا هبقى اشوفه. نفس الاسم على فكرة، منى الكريتي. نفس الاسم ده صح؟
اوكي ثانية كده. أنا فاكر على فكرة كنت بستقبل منك إيميلات، وكنت ببقى أنا فاكر، مش أنا فاكر فاكر أنا الإيميلات بتاعتك والله. هو حضرتك كنت بترد عليا الأول، بس حضرتك الفترة الأخيرة بقيت بخيل معانا مش بترد علينا. لا لا والله أبدا، معلش يعني، أنا أعذريني بس أنا لا أكيد. أنا عارفة إن حضرتك مشغول، أنا بهزر والله مفيش حاجة. لا لا، وانا والله برد والله، يعني انا حتى يعني بقيت موحد الرد كله على الايميل عشان ما سقطش حد، لان الاول كنت برد على كذا حاجه، بعد كده المودريشن بقى بيرد على كل حاجه، وانا معايا الايميل بس، بحيث ان انا ابقى شغال دايركت على أنا مع عارفة النت. والله. تمام خلاص اوكي، انا هسيب ده عندي، وانا هدخل انا اخد الايميل ده، اشوف ايه الدنيا فيه. بسيطه ماشي، شكرا جدا، وأنا عارفة إن أنا العضو المزعج اللي هنا، بس شكرا جدا. لا لا ولا أي حاجة والله، يعني ربنا يوفقك والله، أنت مجتهدة وأنت وناس كتير يعني بشوفها بتحضر هنا، سواء موجودين دلوقتي أو مش موجودين، أنا يعني ببقى فاكر يعني، فاهمة؟ أنا يعني معانا مثلا محمد وليلى، من الناس اللي يعني ممكن ساعات بيبقوا صامتين، بس هم ناس ما شاء الله عليهم، يعني في ناس هنا أنا عارفها يعني حفظتهم، فيعني ربنا يكرمهم ويكرمك ويكرم الناس كلها الشغالة في المجال. وإن شاء الله حاجة يعني أعتز بيها جدا، إيه؟ شهادة مش شهادة أعتز بيها جدا، يعني حاجة كده حسيتها عني. ربنا يحفظك. تمام، ربنا ربنا يخليك. يخليك والله، تسلمي. تمام، شكرا. فإن شاء الله يعني نتقابل الجمعة الجاية برضو، هنكمل في نفس التوبيك إن شاء الله، و يعني أشوفكم على خير إن شاء الله الجمعة الجاية، وإن شاء الله في آخر الشهر هنحاول نريكورد اليوم الأوفلاين إن شاء الله، هنحاول يعني، فربنا يكرم. أشوفكم على خير يوم الجمعة الجاية، و أميرة بتقول يا استفدت ريس، جدا. شكرا يا أميرة والله، ربنا يخليك، يعني هستناك كل مرة يعني، وشوفي الحلقات اللي فاتت على اليوتيوب لو أنت سقطت الحاجات اللي فاتت، ربنا يوفقك. مش عارف سلام مين عليكم. محمد ده، إزيك يا محمد، عامل إيه؟ ازيك يا باشا، اخبارك طيب؟ الحمد لله. والسودان عاملين ايه؟ والله الحمد لله، دعواتكم بس. يا ربنا يوفقك والله، وربنا معاك. اللهم امين، اللهم امين، ان شاء الله يا رب. بس على قول الأخت أميرة، أنت فعلا بقيت متغلي علينا، مش قادرين نوصلك يعني. لا لا، بص هقول لك على حاجة، هقول لك انا فعليا ما بقتش افتح سوشيال ميديا، حتى الواتساب عندي يعني، انا يعني معلش الموضوع دخل اخر المحاضره او اخر الميتنج كده، بس انا فعلا الواتساب انا مش معايا واتساب حتى، لان الموضوع بقى يعمل لي ازمه والله العظيم في الشغل، ولان انا مش هقدر اتابع كل حاجه، فابعت لي اي حد يا جماعه والله محتاج اي حاجه، يبعت لي على الميل، انا برد على الميل والله دايركت. انت بعت لي على الميل طب قبل كده؟ على الإيميل؟ لا طيب ممكن معلش يا محمد تبعت لي على الميل، وانا هرد عليك يعني ماشي على إن شاء الميل، الله. على الميل هتلاقيني وين حصله، على الواتس ولا وين إيميلك؟ على الايميل، هكتبه لك في الشات دلوقتي عشان برضو الناس اللي ايه. ماشي، تمام، كل هكتبه لك. شكرا يا ريس، والله يا ربنا يخليك يا محمد، تسلم. انا تسلم هبعته لك تسلم. دلوقتي على ال ثانية، هبعته لك في الشات دلوقتي، بحيث ان انت برضو تبقى انت او الناس او اي حد يعني. ماشي يا ريس، هو هيجيك ايميل حاليا على طول يعني، ان شاء الله. طب خلاص، انا مستنيك. ما شاء الله. تمام. والناس اللي بتسأل على احنا المفروض كل يوم جمعة، عشان الناس اللي بتسأل، احنا كل يوم جمعة الساعة 9، يعني كل يوم جمعة الساعة 9، عشان الأميرة سألت أو كل حد سأل. تمام، فبإذن الله أشوفكم الجمعة. تمام، يعني مش حضرتك اللي بترد على المسج فيس؟ لا أنا مش برد على فيسبوك، أنا أصلا مش بفتح الفيسبوك غير لو أنا ببلش بوست من بره كمان. على الفيسبوك هتلاقوا الناس اللي معايا، ربنا يكرمهم، هما اللي بيردوا، ولو في اي حاجه ارجنت بيحولوها عليا على طول، وانا برد عليهم، لان انا بالنسبه لي صعب ارد على لينكد ان، وارد على فيسبوك البيج، وارد على الجروب، وارد على الواتساب، فانا الموضوع صعب جدا جدا والله. فاي حد محتاج اي حاجه دايركت معايا، انا ده الميل، برد على الميل دايركت، وانا بس اللي بشوف الميل، وانا بس اللي برد على الميل. اي بلاتفورم تانية لا، ممكن تبعته للناس والناس هترد عليك، اي حد من عندي
كأنه أنا بالظبط، ويعني إحنا تحت أمركم في أي وقت يعني. تمام؟ أوكي تمام. تمام، شكرا جدا يا جهات وأي بقية الناس، وإن شاء الله أشوفكم الجمعة الجاية على خير، وربنا يوفقكم جميعا. تصبحوا على خير.